واحنا بنتكلم على الأطقم الطبية لابد ان احنا نتكلم نقول على توفير وسائل الحماية لكل الأطقم الطبية، يعني أطباء وممرضين وعاملين وحتى الناس اللي بتشتغل في النظافة في المستشفيات وفي العيادات وفي الأماكن المختلفة، لابد ان هم يتوفر لهم كل أشكال الحماية. أعتقد ان ده اللي كان بيتكلم عنه رئيس الوزراء، واعتقد ان الوزيرة دكتورة هالة زايد اتكلمت عن ده. ده في منتهى الاهمية، مش بس في مستشفيات العزل، لان احنا ممكن نلاقي ان في منطقة فيها عدد كبير معظم المستشفيات اتحولت لمستشفيات عزل وتبقى مستشفى واحدة هي اللي مش مخصصة للعزل ومخصصة للطوارئ او لغيره وغيره. الناس اللي هناك دي لازم تبقى متطمنة على نفسها انها عندها كل حاجة متوفرة تحت ايديها. احنا يعني اللي عايز فينا يعمل عمل خير، يعني يروح يورد ده ويقول والله انا متبرع بهذه المستلزمات للمستشفيات. اللي فينا عايز يعمل، اللي عنده قدرة، اعتقد ان ده النهاردة احنا محتاجينه ان هو يحصل. محتاجين تكاتف المجتمع كله في التعامل مع الازمة اللي احنا داخلين عليها، مش الأزمة اللي احنا بنمر بيها، لأن الكلام اللي أنا أحكيه لكم دلوقتي من العالم كله بيقول احنا داخلين على أزمة أكبر من الأزمة اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت. مش بخوف حد ولا عايز أرعب حد ولا عايز أقول حاجة، لكن أولا أصدقائي ومعارفي كلهم لما بيدور بيني وبينهم مكالمة تليفون للإطمئنان على بعضنا يقولوا لي والنبي خلي بالك على نفسك، والنبي حافظ على نفسك، والنبي انت بتروح الاستوديو وبتعمل كذا والموضوع ده وبتقابل ناس كتير سواء كانوا ضيوف او الزملاء اللي موجودين او انت داخل مدينة الانتاج او انت داخل على القناة بتتعامل مع ناس كتير قوي، فهم بيوصوني بده.